مساء الخير مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله تكونوا لاباس انا صباح الحمد لله اليوم راح نعمل معكم خبز العشر دقائق خبز الدار خبز عجيب ما يديش بزاف الوقت ما يخمرش بزاف وبالنسبه للطيب تاعو كذلك ما ياخذش بزاف وقت راح يطيب ما بين عشرة دقائق و15 دقيقه وصفه جد رائعه والخبز يجي بنين بزاف ما يجيش باب معجن ما تجيش فيه هذيك البابة الخشينة وهذيك البابة الكبيرة راح نعطيكم السر نتاع هذا الخبز باش ما يجيكمش معجن بزاف وباش ما يجيكمش كذلك يابس قبل ما نبدأ هاد الفيديو كيف ما العادة دائما ما ننسوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى هنا فيما يخص مقادير نتاع الخبز نتاع نهار اليوم واش عندي هنا عندي كاس نتاع 120 ميلي نتاع حليب يكون دافي هنا ضفت معاه نصف نتاعه نتاع الماء هنايا يعني نتيا وعلى حساب الكميه اللي حابه تعمليها الا حبيتي تعملي زوج خبز ولا ثلاثه تقدري تضاعفي الكميه وهنايا الا كان عندك حليب وما حبيتيش تضيفي الماء تقدري تستعملي فقط الحليب وحده وتعوضيه هذاك الماء تعوضيه بالحليب الكميه اللي باقيه هنا عندي ربع كاس ولا نصف كاس نتاع الزيت عندي معلقه نتاع خميره فوريه عندي معلقه نتاع السكر هنايا عندي سانوج ولا اي منسي ما تحبوا تضيفوهم راح ندخل معكم مباشره في طريقه تاع التحضير هنا عملت الحليب راح نضيف له الماء هنا دائما يكون العفيس هذو يكونوا دافيين كما كنت تعرفوا رانا الحال راه بارد واذا كنت عندك الدار دافيه حطيه في مكان دافئ وخليه هنا كما شفتوني ضفت الخميره ضفت السكر راح نضيف هذاك الكميه تاع الزيت تقريبا كامل المكونات راح نضيفهم هنايا بالنسبه للبيض راح نضيف البياض فقط لانه الصفار راح نخليه للتزيين دائما نخلطو ونحركو باش يذوب لي السكر مع هذيك الخميره يدخلوا فيه هذاك الماء والحليب هنايا ما حبيتش نسرع لا فيديو هكا باش تشوفوا كامل التفاصيل هكا باش نحيش مقطع ولا باش تشوفوا معايا هنا ضفت السانوج بالنسبه اللي عندها جلجلان ولا اللي عندها اي منسمه جافه تحب تضيفهم ضيفهم ماشي مش مشكل هنايا راح نبدا نضيف في الفرينه هنا ضفت البول الاول تاع الفرينه وضفت معاه حوالي معلقه نتاع معلقه صغيره معمره ممسوحه نتاع الملح الملح هو على حسب الذوق انت تحبي تزيدي في الملح ما انت تحكمي فيه كل وحده وتعرف شحال المقدار تاع الملح اللي تضيفه هنايا يعني نحاول اني ندخل هذيك الكميه الاولى نتاع الفارينه كما راكم تشوفوا هذا هو الخليط نتاعها تجي ما تخافوش على هذه العجينه ما راحش تجي تلصق بزاف لانه فيها الزيت والزيت كما تعرفوا يساعدنا باش العجينه ما تجيش تلصق تجيك شغل طريه بزاف هنا ضفت الكميه ثانية ولا البول الثاني نتاع الفرينه ونحاول نستعمل اليد نتاعي فقط هنا ما رانيش حابه كامل نزيد ولا نسرع لا فيديو باش تشوفوا معايا كامل مرحله بمرحله واش درت هنا كانت حسيتها مازالها تلصق وطريه بزاف راح نحاول اني نزيد البول الثالث راح نضيفه تدريجيا ما راحش نضيفه على دفعه واحده هنايا حاول أه وما بكم ما بزاف خلوها شويه تتلصق هنا يمكن اني راح نكتفي بهذا المقدار فقط نتاع الفارينه راح نحي هذيك العجينه من هذيك الغيسيبيو ولا الباسينه ونحاول اني نحطها فوق دو تخافاي وكي شغل نضمها ما نعجنهاش بزاف لانه ما يحتاجش دلك وما يحتاج عجن هاد الخبز فقط نحاول اني ندخل هذيك الفارينه ونطري هذيك العجينه شويه كيما شفتوا انا ما يبستهاش وما نشفتهاش بزاف تجي تتلصق شويه طريه بصح ما هي ما راحش تتلصق لك في اليد لانه فيها الزيت الان خلاص راح نكتفي هنا فقط ما راحش نزيد ندلكها ولا راح نزيد راح نرد هذيك الباسينه اللي عملتها فيها كون عملت فيها شويه زيت وراح نغطيها ونخليها وقت ما تخمر ونرجع معاكم كي ضعف الحجم نتاعها والان تبارهي خمرت معايا العجينه ما ليش بزاف وقت لاني كنت وضعتها في مكان دافئ حطيتها قدام البوال كما تعرفوا كنا عملنا الخميره وعملنا الحليب والماء كانوا دافيين الان راح الان راح نجيب الصنيوه اللي راح نطيب فيها اللي تدخل للفرن وراح نرشها هي هاد هاد ما تخافوش على هذه العجينه ولا هذا المطلوع ولا الخبز ما راحش يتلصق لي كامل راح نحاول اني ندير شويه فارينه فوق هذاك هي غير باش نحوشك هادا ما كان راح نحاول اني نحط ديريكت هذيك العجينه هنا ما, ما راحش نديغازي هذاك هذيك الخميره راح نحاول مباشره اني نحلها بهذه الطريقه في الصنيوه ماذا بكم كي تحلوها بداو من الوسط هكا باش ما تخلوهاش منفوخه في الوسط وفي الاطراف تخليوها رقيقة راح انا هنا نفتح ونحاول اني نواسيها باش تجي بشكل دائري باش ما يتفسدليش الشكل شوفوا العجينه كيفاش راهي طريه معايا ما غبنتنيش كامل ما تلصقتليش في بالرغم اني ما عملت ما ما عملت زيت في يدي ما والو راح نحاول هنايا نحلها بهذه الطريقه كامل ودروك بعد ما حليتها على الحجم اللي نحوس عليه كل وحده وكيفاش تحب تشكلها انا راح نمد لكم طريقه جد مبسطه هنا جبت بول راح نحاول اني نزير في الوسط ومن بعده نعملهم هكا باطراف الاصابع باش يتشكل معايا ويجي معايا الخبز مشكل كيما شفتوه في الاول تاع لا فيديو وكل وحده وكيفاش تشكلها كاين اللي تحب تستعمل برك اطراف الاصابع وتشكلها هنايا راح نجيب فنجان ولا اي عبسه باش ندير هذاك الشكل هنا فقط انا حبيت نوريكم هنا يمكن غيرت الشكل لانه جاني الحجم كبير على الفنجان وراح نعمل هكا ومن بعد نولي نستعمل الاصابع فقط والان هذاك السفر اللي كنت خليته عملت فيه حليب وخل ولا كي اللي تعمل باش تتحصل على هذاك اللون المارو ولا اللون الذهبي الغامق وراح نبدا نعمل كامل في هذاك البيضه على هذاك الوجه ولا السطح نتاع الخبز طريقه سهله وكامل تعرفوها هنايا بما انه الخبز راه خامر مليح ما راحش نزيد نخليه في هاد المرحله يزيد يخمر لانه راح يزيد يتعجن هنايا هذا هو السر اللي قلت لكم باش العجين تاعكم يجيش منفوخ بزاف وما فيه البابه في الوسط انا مباشره هنا أه نكون سخنت الفور مقبل على 30 دقيقه على درجه حراره 180 درجه ونطيبها من تحت ومن بعد نشعل عليها من الفوق وكل اللي عندها الفور يشعل من تحته والفوق نقصي لها لانه باش ما تتحرقلكش ليه ليه هنا راح ندخلها الفور ونرجع معاكم هنايا بعد ما هنا بالنسبه للطيب بدات لي بين عشرة دقائق و15 دقيقه هنا كنت حمرت من الوسط كنت نحاول اني نزيد محمرها من الاطراف ديال الخبز هشيش بزاف وهنا نسيت باش نقولكم لكم لانه نسيت ما درتهاش في المقطع قبل ما تدخلوها حكموا ام ولا حكموا كيغدون وتقبوها هكا باش ما تنتفخ لكمش وتيبس معكم الخبز هذا هنا صدقوني وصفه جد رائعه وما بنينه بزاف تقدري ما تاكليها هكا مع مع زبده ولا تقدري تحطيها مع آتي ماشي مشروط تاكلي بها هاد الخبز يجي شوفوا ما يجيش معجن ما يجيش فيه الباب بزاف هنايا راه سخون ونحاول نفتح معاكم وشوفوا ما معجن معايا ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه تاع نهار اليوم هنا نحاكو الحقله لا نهايه تاع لا فيديو ما تنساوش تدعموني بلايك اشتراك وبارطاج واللي جربت الوصفه ما بالراي تاعها وتخلينا هذاك التعليق شباب كيفها اه لي نقول لكم تهلاو في رواحتيكم وان شاء الله ما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا ان شاء الله ترقبوا كل اسبوع اربع ولا ثلاث فيديوهات على الاقل ان شاء الله